نعوذ بالله من فجأة شرور ظهر هذا الطفل أنفسنا وتوجه نحو أولادنا. الخطيب مثيرا انتباه المصلين بجامع البدر بمدينة سطيف الجزائرية. فماذا حدث؟ وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في الجزائر، فقد تقدم هذا الطفل نحو الخطيب مع بدء خطبة الجمعة وهمس في أذنه بضع كلمات، فما كان منه إلا أن دعاه لقولها بنفسه، حيث دعا المصلين لطلب الرحمة لوالديه المتوفيين. مامك وباباك وش بيهم؟ ميتين. قال لهم ادعوا لوالدي ان شاء الله هم ميتين ان شاء الله. وكشف الخطيب أن هذا الطفل كان يأتيه باستمرار منذ أكثر من 6 أشهر بعد أن يتفرق المصلون، طالبا منه أن يدعو لأبويه، ما أثار تعاطفا واسعا.